لك يا بل، فأنت الآن خادمي. نحن قادمون. لندخل يا بل. ملامي يا بل، أسرع. ناجة ناجة، لا تذهبي إلى هناك، هذا خطر. أنت جميلة جدا. سارك النعاج. إذن أنت من نفسك النعاج جالس، سأخبر جدك كي يعاقبك. ماذا؟ لقد التقطتها لأنها كانت هاربة وستدخل القصر. هل هذا صحيح؟ نعم، خذها. من أنت إذن؟ أنا سيباستيان. من أين أنت؟ هذا ليس من شأني، اهتم بالنعجة. إذا كنت على حق. أنا من هناك. ما اسمك؟ ولد غريب. لماذا ما نتفرج جبل؟ ما زلت هنا؟ هل أستطيع المساعدة؟ هذا ليس من شأنك. لكن النعاج مبعثرة. اخرس، ألا ترى أنني راعي غنم؟ شجاع؟ نعم إنه شجاع. أليس لديك كلب؟ نعم اسمه لاكي، لكنه مريض، أصيب في قدمه. لقد انتهى الأمر، نحن ذاهبون. هيا يا بل، هل سترحلون الآن؟ نعم، قبل أن يهبط الظلام. لما لا تبقى في منزلي؟ في منزلك؟ ربما لم تأكل شيئا بعد. لا لا، ليس كثيرا. جدي طباخ جيد. هل تسكن مع جدك؟ نعم، تعال تعال معي. حسنا. النهار متعب. لقد تأخرت. عندما هبت العاصفة خافت الأغنام فهربت نحو الوادي، فساعدني بيل وسيباستيان بجمعها. فهمت. دعوتهم لقضاء الليل في منزلنا،
بنا. هيا. مرحبا جدي. هلا عدت الى المنزل. نعم. من هنا احدثت ضيوفا سيباستيان وبيل. حسنا ضيوف صغار. جئتم في الوقت المناسب، انتم محظوظون. سأقدم لكم أشهى طعام في العالم. لا 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 تلمسها وإلا أفسدت الأسلوب. أنك تعتمد على الكمية. جدي بل كلب شجاع. أعرف ذلك، لم أشاهد أبدا كلبا برنيا بهذا الشكل. إنه الأفضل في العالم. تقول دائما الأفضل في العالم، لكن ماذا عن كلب لوكي؟ نعم لقد سهى عن بالي، إذا بيل هو ثاني أفضل كلب في العالم. لما لا نطلب من بيل وسيباستيان أن يبقيا معنا حتى يعود لوكي؟ سأفعل، اعتني بالنار. حاضر جدي. لا يمكننا السيطرة على الأغنام دون مساعدة كلب. لا مانع عندي، لكن عائلة سيباستيان ستقلق عليه. لا بأس لا بأس. أين منزلك؟ أتسكن بعيدا من هنا؟ منزلي هذا الاتجاه، بعيدا جدا. هل هربت من المنزل؟ كلا. أنا معارض بقاء. لا تسمح للصبي المشكوك بأمره بالبقاء هنا، لا يعجبني ذلك. لماذا أنت غاضب إلى هذا الحد؟ لأن الكلب الذي كنت تعتمد عليه أصيب، فطلبت مني أن أساعدك. إذا نهوان لا يستطيع القيام بكل العمل. أنا ممتن لك، لم تسرق النعاج منذ مجيئك. وما زلت تريد الصبي والكلب ليساعدك؟ يبدو أنني غير نافع، أنت تجعلني أخسر هيبتي. هيبتك موجودة أينما كان، لا تهتم. هذا غير نافع. ما هو غير نافع؟ لا تغضب، دع أمر سيباستيان وبيلي، أنا سأهتم بأمرهما. Thank you.
أنت تستيقظ باكرا جدا. رعيان الغنم يستيقظون قبل الفجر. لنذهب ونفتح السور. هيا. ما هذا؟ اختفت الأغنام. ماذا حصل لها؟ لقد أتى السارق. السارق؟ نعم، سأخبر جدي بالأمر. سأتفحص الجوار. حسنا. هل وجدت شيئا يا بال؟ لابد أنه سيباستيان. هذا غير ممكن. ليلة البارحة شاهدت الصبية والكلب يخرجان من المنزل ويتسللان باتجاه الحظيرة. سيباستيان ما زال ولدا صغيرا، لا يمكن أن يكون لصا. ربما قام بالسرقة بمساعدة أحدهم، أنت لا تعرف حتى هويته. لا، سيباستيان ليس باللص كما تقول. أنت تدافع عنه كثيرا. لا أعني ذلك، لماذا تتأكد من الأمر؟ تتأكد من هذا، إنه مثير، لكن كيف؟ نقول له إننا سنخبر الشرطة بأمر اللص. إذا كان هو اللص سيعترض على الأمر. لا حاجة لذلك، اطرده فقط. لا يمكن أن نحكم عليه قبل التأكد من البراهين. اللص ليس هنا يا هون. سوف نخبر الشرطة بأمر السرقة يا سيباستيان. الشرطة؟ لا، الأفضل أن لا تفعل. أنا أعرض ذلك. لماذا؟ لأن هون ماذا جرى؟ هل فعلت شيئا أزعجك؟ نعم، اسأل نفسك. أسأل نفسي؟ تتظاهر بأنك بريء؟ ماذا تعني؟ أقصد اللص. ماذا؟ اللص؟ أنا؟ أعرف أنه أنت. أنا لست لصاً، أفهمت؟ اضطربت عندما أخبرناك أننا سنعلم الشرطة بالأمر. لهذا السبب، لقد أسأت فهمي. قلت ذلك لأنني لا أحب الشرطة. لا، لن تستطيع خداعي. حسناً، سأريك البرهان. البرهان؟ سأقبض على اللص الحقيقي. هو سترى أنني بريء. نعم، ربما. تعال معي. وجدت بالقرب من الحظيرة ما يبرهن لك. حسنا. نعم، إنه مكسور. كان جدي يقول لي دائما أن أفتش عن أثار الأقدام إذا أردت أن أكتشف الحيوان. لابد من أن يترك اللص أثار أقدامه. أنا وبال بحثنا عن هذه الآثار. انظر، لا يوجد شيء. انظر بدقة. ما هو؟ أنت لا تملك سيارة. راعي الغنم لا يحتاج إلى هذه الأشياء. هذه آثار سيارة استعملها أحدهم لنقل الأغنام. ماذا؟ ما زالت الآثار واضحة على الأعشاب. سيباستيان، من الأفضل لك ألا تبقى هنا إذا كنت لا تحب الشرطة، فهي قد تلقي القبض عليك. لا، لن أحل قبل أن أجد اللص وأظهر براءتي. لم نطلب منك ذلك، ما عليك إلا الرحيل. سيباستيان وبيل وجدا البرهان وهما يعرفان اللص.
لا أصدق هذه القصة المختلقة. معنا من يهتم بالأغنام هنا، ولا أريد بقاء سيباستيان هنا. تعال يا بل. لابد أن هناك شيئا ما في الوادي. لا لا انتظر، قيل لي أن لا أذهب إلى الوادي لأنه خطر. لا بأس، بل معنا، ألا تريد أن تقبض على اللص وتعيد الأغنام؟ نعم. اسمع، بل ينادينا، هيا بنا. هناك، هيا بنا. الأغنام، إنها أغنامنا، كنت على حق، كانت مخبأة في هذا المكان، لم أكن أتصور ذلك، لكن من أحضرها إلى هنا؟ لنختبئ وننتظر وسنعرف من السارق. أنا سعيد. ماذا؟ كنت أعرف أنك لست اللص. طبعا. نعم، يقول جدي أن من يحب الكلاب ليس شريرا. من هم هؤلاء؟ إذا كنا بطيئين سيكتشف سيباستيان أمرنا. أسرع. قلت أنك شرحت الكلب. لا تتذمر، سأحضر الباقي غدا، سنبيعها ونودع حياة الريف. إنه ألفونسو، لنسد الطريق على الشاحنة. نعم اتبعنا، هيا. لنحاول ذلك يا بال. لنحاول. موجودة نباتان سابقا، انزع من هناك بسرعة. المهمة التالية، كنت متشوقا لأقوم بذلك.
سيباستيان، سأجعله يدفع الثمن. هناك، ها هم. لقد نجحت يا بال. شكرا بال، شكرا لك يا سيباستيان. هوان ما كنت أتصور أبدا بأن ألفونسو هو اللص. لقد تغلبنا عليه وحطمنا له شاحنته. لقد أفرغنا الهواء من الدواليب. حقا ألفونسو لن يعود إلى هنا أبدا. أنت فعلا رائع وتستحق التهنئة. أمي كورتيز، ألا تعتقد أن بال هو الأفضل في العالم؟ بلى الأفضل في العالم طبعا. وكذلك حسنا، أريدكم أن تتناولوا أفضل عشاء في العالم، وأنت أيضا يا بيل. أنت أيضا أصغر كلب في العالم. بقي بيل وسيباستيان في مزرعة هوان راعي الغنم الصغير الذي التقياه في الحقل. وفي تلك الليلة سرقت أغنام المزرعة، واتهم الجميع سيباستيان بذلك، إلا أن بيل ساعدهم على اكتشاف هوية السارق الحقيقي، فأعادوا إلى سيباستيان اعتباره.